وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. بما رجعتم يا سيد الرسل ما نقوله
قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول لذلك اختار منا مرسلين لنا ليرشدونا إلى العالي من الرتب تفضلا وامتنانا حيث أرسلهم لنا بأن عرفوا داب العباد يبي ليربحوا منه إحسانا ومرحمة وحيث أن رسول الله رحمته العظمى كما قد حكاها سيد الكتب فمن حكمي يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وعلى ربي شوك يبرك زيارة بها خيرات ما تنحصر فيها وقع شرب يكب من فؤاد عمر الله الله يا الله حضرها بالتفضل غمر ما كان مكسور يا الإخوان حقا زبرا محل
خيموا به ممات مقلق ومصرع فإنني بكم عزيز رتبة ضم الثريا ثوبي المرقع فإنني بكم عزيز رتبة ضم الثريا ثوبي المرقع السلام عليك السلام عليك أصف الأصفين الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مكحول تجي بك الشفاعة عند رب العالمين ومقام الحمد أسمى وبيضاء تفرد فلنا العز بقاها ولنا الفخر يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله صرايتي حبيبك في جميع الأرض نشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سعفه إلى دار رضوانه تعالى وجل
الحمد لله هذا فضل واسع أجل ذا غيث قد صب في الأكوان مزنوها طال لا باختياري ولا كسبي ولا بالحيل بل بأمر من بيده الحاصل وما قد حصل له التصرف في النازل وما قد نزل لا حول لا حول إلا به تعالى وجل خذها إشارة بها عبر للمقام الأجل يفهم رموز الذي مرآة قلبه صقل بالذل لله يتبع نهج أهل الأول والختم صلوا على من به وصل من وصل وكشف رينه وريبه وتطهيره من ذنبه وعيبه يا الله من يداوينا سواك من يعافينا غيرك من يصلحنا إلا أنت من يتولانا غيرك من يأخذ بأيدينا إلا أنت يا ربنا بين يديك والحال لا يخفى عليك طهرنا من عيوبنا طهرنا من ذنوبنا طهرنا من سيئاتنا ارزقنا الوفاء بعهدك الذي عاهدتنا عليه يا الله نلقاك وأنت راض عنا يا ربنا باقي أعمارنا اجعلها رفعة لنا في درجات القرب منك والفهم عنك والإخلاص لوجهك والمعرفة بك ونيل رضوانك الأكبر يا الله يا الله وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أضحاد حدا والآن يا أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر الندى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.